أعزائي المشاهدين، نتحدث في هذه الحلقة من سلسلة أحاديثنا عن أعلام العراق عن علم كبير ربما لم يلقى ما يستحقه من اهتمام الباحثين، وذلك هو العالم الفلكي عطارد الحاسب أو عطارد بن محمد الحاسب، وورد اسمه ولقبه مختلفاً بين الذين كتبوا عنه أو أشاروا إليه، فهو أما عطارد الحاسب، عطارد البابلي الحاسب، أو عطارد المنجم، أو عطارد البغدادي. يعني ورد في أكثر من كتاب باختلافات يسيرة ولكن لها معناها. أما البابلي فمن الراجح أنه انحدر من قرية بابل، يعني في العهود الإسلامية الأولى، هو عاش في القرن الثاني للهجرة، كانت بابل قد يعني انتهت كحاضرة طبعا وعاصمة، ولكن بقيت قرية اسمها بابل في نفس موقعها ذكرتها البلدانيات العربية. ربما انحدر من هذه القرية، ولكنه كان بغداديا في نشأته وبغداديا في حياته الثقافية والعلمية، يعني ولذلك سمي بالبغدادي. وأما اسمه عطارد فحقيقة أنا أظن، يعني والله أعلم، أن هذا اسم اتخذه هو لنفسه، يعني كما نقول اسم رمزي أو اسم مستعار، لأن عطارد في ثقافة العلوم وثقافة الأمم القديمة هو كما يظنون أنه إله الحكمة، ويلقب بعطارد الكاتب، وهو نفسه كان لقبه الكاتب. يعني شيء يوحي للباحث اليوم أن هذا الاسم كان اسما مستعارا ولا نعرف اسمه الحقيقي في هذه الحالة. يعني من الصعب أن نتصور أنه سمي منذ ولادته باسم إله الحكمة والكتابة، يعني هذا شيء صعب تصوره، وبالتالي يمكن أنه اتخذه اسما له بعد أن دخل في هذا المجال، مجال العلوم والحكمة وغير ذلك. المؤرخون الذين أشاروا إليه حقيقة اكتفوا بمعلومات قليلة عنه مع أهميته، وسنرى أهميته هذه فيما سنقول، لكن الإشارة إليه كانت مبتسرة مختصرة لا تزيد على ذكر اسمه وألقابه وأسماء مؤلفاته. لكن هذه المؤلفات حقيقة لافتة للنظر، يعني قائمة مؤلفاته فعلا لافتة للنظر في ذلك الوقت المبكر. أشار إلى وحقيقة حينما نقارن بين مؤلفاته وبين بعض الكتب التي ترجمت إلى العربية نستغرب أين وجد ترجمات هذه الكتب. هو اعتمد في بعض كتبه على كتاب الآثار العلوية لأرسطو، من أين له هذا الكتاب؟ والكتاب كان في لغته يونانية وترجم بعد تاريخ تأليفه هذا الكتاب. يعني أن مؤلفاته هذه تلقي ضوءا على بداية الترجمة من اليونانية واللغات الأخرى إلى العربية، تلقي ضوءا جديدا غير معروف. كيف توفرت له هذه المصادر؟ على أي حال هذا موضوع يعني لافت للنظر تماما. من مثلا من مؤلفاته ترتيب الأفلاك وهو في علم الفلك، يعني هذه علوم لما نقول أنها يؤلف فيها في النصف الثاني من القرن الثاني، هذا نقول أن إذن يعني هذه مبادرات علمية رائدة ومبكرة تماما في هذا الوقت المبكر. يؤلف هذا الرجل كتابا مهما في علم الفلك، ترتيب الأفلاك، يعني أمر حقيقة مهم. عند كتاب اسمه العلل السماوية، لا ندري موضوعه بالضبط ولكن يبدو أنه في موضوع قريب من الفلك. عند كتاب اسمه الجفر الهندي، الجفر هو علم يعني يقال أنه يختص بمعرفة المغيبات من الأمور. على أي حال ربما كان يمثل هذا ثقافة شعبية في ذلك العصر، يعني معرفة المغيبات والمستقبل، ولكن أين اطلع على هذا الجفر الهندي؟ يعني
متى ترجم هذا الكتاب من الهندية إلى العربية؟ أيضا هذا أمر ملفت للنظر. عنده كتاب مهم آخر اسمه العمل بالإسطرلاب، والإسطرلاب آلة فلكية يعني تفنن المسلمون في الارتقاء بها من الناحية الفنية ومن الناحية العلمية أيضا. كتب كتابا مهما في هذا المجال. الإسطرلاب آلة تؤدي عدد كبير من يعني من الوظائف التي لها علاقة بالفلك كثيرة، يعني دائرية ولها قرص وتدور بطريقة معينة، لكنه لم يكتفي بهذا، وإنما كتب كتابا آخر سماه العمل بذات الحلق. وذات الحلق جهاز فلكي آخر يبدو أنه أكثر تعقيدا من الإسطرلاب العادي، وربما كان هو من أوائل إن لم يكن هو الأول الذي كتب في كتابا في هذه الآلة الفلكية. عنده كتاب حقيقة لافت للنظر سماه المرايا المحرقة، واضح هو في فيزياء الضوء، لكن الغاية منه كانت غاية عسكرية، وهي أن تنصب المرايا بطريقة يمكن أن تركز أشعة الشمس باتجاه نقطة محددة فتحرقها وتدمرها، فهي إذن من الأسلحة. وكانت هذه اليونانيون ألفوا شيئا في هذا، ولكن هذا ربما كان أول عربي يكتب كتابا في هذا الموضوع، وبالتأكيد هو طور ما كان معروفا من هذه المسألة، وبحكم علمه في مجال العلوم والفيزياء وغير ذلك. أعزائي المشاهدين، كان هذا العلم يختص باتخاذ أشعة الشمس وتركيزها في نقطة لتحرق سفينة، يعني يركز على أشرعة السفينة فيحرقها، أو على شيء يمكن أن يدمره عن طريق تركيز الحرارة من خلال المرايا، ولهذا يسمى المرايا المحرقة. كتب كتابا مهما، وبالتأكيد هو قدمه لبعض المسؤولين، يعني هذا الكتاب لا يؤلف للثقافة العامة، وإنما يعد من العلوم العسكرية أو من علوم الهندسة العسكرية. كتب كتابا سماه سر الأسرار، وهو في الأسرار السماوية، يبدو أنه يتعلق في الظواهر الفلكية أو غيرها، يعني وما هو الداعي أن يسميه سر الأسرار. لا شك أنه جاء بشيء لم يكن مألوفا في عصره، وشيئا يعني أبدع شيئا جديدا في هذا المجال المهم. كتب كتابا أيضا مهم سماه محنة المنجمين، والمحنة هنا ليست المصيبة أو يعني الضائقة كما نتصور اليوم، المحنة هي الامتحان، وكلاهما من مصدر واحد، يعني امتحان المنجمين، الأسئلة التي تقدم إلى المنجمين لكي يمتحنوا ما إذا كانت معلوماتهم صحيحة أو ضعيفة أو غير ذلك، كما يمتحن الآن الأطباء ويمتحن المهندسون ويمتحن أهل العلوم للتأكد والتيقن من مقدار علمهم في مجال تخصصهم. كتب كتابا رائدا سماه محنة المنجمين. نعم، نحن نعرف أن يعني كتبت كتب في الفترات اللاحقة محنة الأطباء،
محنة الكحالين، والكحال هو طبيب العيون. من ما يزيد هذا الكتاب حقيقة أهمية أنه هو أشار إلى مصادر سابقة، لكن نعتقد أن هذه المصادر ربما لم تكن دقيقة، يعني هو بعض المصادر لا نعرف شيء عنها، يعني كتاب مثلا في علم الأحجار لم نسمع به مثلا، ربما أن هذه الكتب كانت موجودة في زمانه وفقدت. لم يقتصر الكتاب على أسماء الأحجار، أيضا ذكر أسماء الكواكب، ذكر بلغات مختلفة، فيه فوائد كثيرة. نحن حقيقة ندعو إلى الاهتمام بتراثنا العلمي، يعني ليس الأدبي فحسب وهو الذي نال اهتماما أكبر من غيره، ولكن التراث العلمي، تراث أمثال أولئك العلماء، هو جدير بالبحث والتحقيق واتخاذه موضوعات لدراسات أكاديمية وغيرها. أعزائي المشاهدين، نستودعكم الله، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.